انت ان شاء الله اول ما تتعافي كده انا هنقلك بالمدرسه دي واشوف لك مدرسه ان شاء الله تبقى احسن من كده. لا ما هو انا هكمل في المدرسه دي. انت هتحيريني ليه يا حبيبتي؟ انت كده هتخليني اصدق كلام عايده بقى. عايده مين؟ لا ما تاخديش في بالك، عايده دي اللي بتقرا لي الفنجان في المحل. قالت لي بنتك هتحيرك. انت يا حبيبتي مش كنت كاره المدرسه دي ومش طايقاها؟ لا ما انا لسه كارهاها ومش طايقاها زي ما انا. بس ايه؟ اتكلم بصراحه؟ يا ريت يا ريت، وفي احسن من الصراحه. وجود صدفة مطمني يا بابي قوي في المدرسة، وهي كمان وعدتني ان هي هتحاول تقنع مستر مهاب ان هو يدخلني الامتحانات السنة دي. صدفة طيبة قوي يا بابا، بتحبني وبتخاف عليا وبتعمل كل حاجة عشان تبقى جنبي. وعلى فكرة هي مش مستنية منك تمن وقفتها معايا دي، هي بتحبني بجد.